ويوم الخميس يوم المباراة بعد المباراة ويوم الجمعة لم أسمع كلمة سباب ولا سب ولا اتهام لمصر ولا للمصريين اطلاقا. وأتحدى أي إعلامي مصري يأتي بأي كلمة مسجلة بالصوت والصورة لأحد الإعلاميين أو المسؤولين الجزائريين في التلفزيون الجزائري أساء إلى مصر. القناة الثالثة الجزائرية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء اللي هم قبل الماتش ويوم الأربعاء قبل الماتش كانوا لا يذيعون إلا البرامج السودانية والأغاني السودانية توددا وتقربا إلى الحكومة السودانية وإلى شعب السودان. عقل عقلاء لم أسمعهم أبدا يسبون مصر ولا يسبون أهل مصر ولا يسبون قيادات مصر ولا يسبون حجرا أو سفيها من حتى من سفهاء مصر، في حين أن الإعلام الرسمي المصري وبرنامج البيت بيتك والقنوات الفضائية الأخرى تسب الشعب الجزائري وتسب شهداء الجزائر. لا آسف وعيب، عيب جدا يا كابتن مصطفى عبده، عيب جدا يا كابتن غندور، عيب جدا يا كابتن مدحت شلبي، عيب جدا يا كباتن مصر تسبوا شعب علشان 10,000 من الغوغاء. ليس شهداء الجزائر ابناء القطاع، ليس شهداء الجزائر بربر ولا سفهاء ولا همجيين، شهداء الجزائر في شرف شهداء مصر، شهداء الجزائر ضحوا وطهروا ارضهم كما ضحى وطهر شهداء مصر، شهداء الجزائر من اعرق ابناء الجزائر، شهداء الجزائر يا كباتن مصر ليسوا لقطاء وليسوا ابناء لقطاء، شهداء الجزائر هم ابناء عقبه بن نافع، هم ابناء ابن باديس، هم ابناء الابراهيمي، هم ابناء بن بله، هم ابناء هؤلاء الاعلام الذين بنوا هذه الدولة، شهداء الجزائر هم أبناء الشرف، شهداء الجزائر هم أحباب الله عز وجل، شهداء الجزائر هم أولياء الله عز وجل، هم أحياء عند ربهم يرزقون. يجب عليكم أن تعتذروا يا من قلتم ووصفتموهم بهذا الوصف. لا، ليس شهداء الجزائر لقطاء ولا أبناء لقطاء، وليس شعب الجزائر لقطاء ولا أبناء لقطاء، إنهم من أشرف الرجال ومن أطهر الرجال. أقول لهؤلاء الذين سبوا هؤلاء الشرفاء عيب، عيب جدا إن إحنا في لحظة هوجاء نسب مليون ونص شهيد قال الله عز وجل فيهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. لا يصح أبدا تاريخ ثورة دامت إلى الآن 40 سنة ولا 50 سنة كنا نغني لها ونمدح لها يأتي في لحظة انفعال، وأقول في لحظة انفعال وألتمس له العذر أنه كان في لحظة انفعال، ويجب عليه مقتضى الرجولة ومقتضى الاحترام يجب عليه أن يخرج في برنامجه من قال هذا الكلام ويعتذر. وأنا أعتذر نيابة عن نفسي، لا أعتذر عن شعب مصر. وهذه نقطة أخرى، لا يملك إنسان أن يتحدث باسم شعب مصر وباسم مصر إلا الرئيس محمد حسني مبارك أو المتحدث الرسمي له. لا يملك مخلوق كائنا من كان رئيسا لحزب عضوا في حزب أيا كان مركزه وأيا كان مكانه، لا يحق له ولا يصح له إطلاقا أن يتحدث باسم مصر ولا باسم شعب مصر إلا الرئيس حسني مبارك أو من ينيبه الرئيس حسني مبارك لأن يتحدث باسم مصر. وكل من ادعى أنه يتحدث باسم مصر فهو مخطئ، ونقول له أنت مخطئ وعيب، ولا يصح لك أبدا أن ترتقي مكانا ليس مكانك أبدا، وأن تتكلم كلاما ليس بكلامك أبدا، ولا يحق لك ودستوريا تحاسب ويحاسب كل من يتكلم باسم مصر ما لم ينبه رئيس الجمهورية في التحدث باسم مصر. وأقول أيضا لصحيفة الشروق ولصحيفة الهدف، وبالمناسبة الصحف في الجزائر صحف مستقلة
وصحف خاصة، وهذه الصحف لا تتبع الحكومة الجزائرية ولا تشرف عليها إدارة المخابرات الجزائرية كما تكلم البعض ودندن وهم لا يعلمون شيئا. أقول لصحيفة الشروق عيب، يجب على صحيفة الشروق أن تعتذر أيضا، تعتذر عن هذه الكذبة التي روجتها بالصور أن هناك قتلى وثمانية قتلى، ونشرت صورا للقتلى في مصر من مشجع الجزائر. هذه الخبر وهذه الصور محاكمة، تحاكم هذه الصحيفة. وأنا أعلم أن الصحيفة ستصبح في الغد وتسبني، رغم أنها كتبت تشكرني على وقفتي وعلى كلامي، ولكني أقول للمخطئ حتى وإن كان قريبا لي، أنت مخطئ. صحيفة الشروق أخطأت أخطاء جسيمة لا تقل عن أخطاء الإعلام المصري، لا تقل عن الفضائيات المصرية، أخطأت أخطاء جسيمة بتهييج الشارع الجزائري بهذه الصور عن القتلى وعن الموتى. سبت صحيفة الشروق المصريين وسمتهم بآل فرعون، وسمتهم بأبناء الراقصات أو أبناء الراقصين، وجاءتني رسائل على الموبايل بهذا الاسم، بهذا الكلام وبهذه الألفاظ. أقول لهم كما قلت لأهل مصر الذين أساءوا إلى الجزائر، لا يا صحيفة الشروق، لا يا كل صحفي شريف، مصر هي مصر، مصر هي أختكم، هي أخيكم، هي أمكم، مصر هي الكبيرة، ونحن لسنا أبناء فرعون، نحن أبناء عمرو بن العاص، نحن أبناء عبد الرحمن بن شناسة المهري، نحن أبناء عقبة بن نافع، نحن أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لهم عيب، عيب بكل معنى كلمة العيب، وأعتذر لكل مصري أساءه كلمة قالها صحيفة جزائرية، أعتذر له بصفتي رجل أحب الجزائر وأحب شعب الجزائر، وأعلم أن أهل الجزائر يحبونني. أرجو من صحيفة الشروق أن تعتذر، فهذه الصحيفة أعلم أنها شريفة وأنها صحيفة شريفة وأنها أخطأت، والمخطئ أبدا لا يتكبر أن يقول أنا أسف. كما حييت التلفزيون الجزائري الرسمي، كما اعتذرت عن المصريين الذين أساءوا، أعتذر عن الجزائريين الذين أساءوا، كما أطالب المصريين والكباتن والإعلاميين الذين أساءوا إلى الجزائر أن يعتذروا، أطالب صحيفة الشروق والهدف وغيرها من الصحف التي أساءت إلى المصريين لمجرد مباراة لكرة القدم، يجب عليكم أن تعلموا أنكم أخطأتم. لابد أن نعلم أن في الجزائر من يحاربون العروبة ومن يحاربون الإسلام، ولا يريدون للعروبة مكانا في الجزائر ولا يريدون للإسلام مكانا في الجزائر. أعلم أن في الجزائر من يقولون كل ما يأتينا من الشرق شر، وأعلم أن في مصر أيضا من لا يريدون العروبة ولا يريدون الإسلام، والطرفان عنصر أساسي وعامل فعال في تهييج الإعلام وفي تهييج وسائل الإعلام الموجودة في البلدين. أقول أن أي حزب في مصر أو في الجزائر، وأتكلم عن مصر، وعندي الصور التي كانت معدة بعلم مصر ومكتوب عليه الحزب الوطني الديمقراطي، ليس من حق الحزب الوطني ولا أي حزب كان أن يتحدث باسم مصر. ليس معنى أن الحكومة في مصر هي حكومة الحزب الوطني، ليس معنى ذلك أن الحزب الوطني هو الذي يدير مصر، ليس معنى ذلك أن الحزب الوطني هو الذي يشجع ويوجد الانتصارات لأهل مصر، لا، ليس من حقه أن يفعل ذلك أبدا. أقول أنه إذا قصرنا الانتماء لمصر في مباراة لكرة القدم، في تشجيع لكرة القدم،
فهذه جريمة سياسية بلها أقل ما يقول ما يقال عليها أنها من الغباء بما كان أن نقصر الانتماء على مباراة كرة القدم. الأغاني الوطنية التي تربينا على صور الدبابات والمدافع خلفية لهذه الأغاني انقلبت إلى صور للاعبي كرة القدم ولمباراة